نصر كارينيو يفتتح أولى بطولاته في هذا الموسم في المرمى. السلام عليكم. الرياض تلبس شال النصر وتحتفي بعودته بطلا بعد سنوات عجاف. ونصر 2014 يسقط أولى قلاع الهلال الصامدة ويخطف كأس ولي العهد منهيا قطيعة 40 عاما. المحارب كارينيو يضع الجابر في جيبه للمرة الثانية ويفاجئه بالكرة الشاملة. صمت مطبق في معسكر الأزرق والأفراح تتفجر في الأصفر. أهلا بكم. المحارب النصر والأورغوياني كارينيو يفتتح أولى بطولات أصفره هذا الموسم. مبروك للأصفر المتوهج. على مدى 3 أيام أو أكثر انتظرت الرياضة العاصمة هذا الديربي المثير، فكان الانتظار على مستوى الحدث. والله النصراويين دائما يتفاعلون، لا جو قدام الهلال يختفون. عيالك موزعهم هلالي نصراوي؟ والله كل واحد ياخذ باختياره وميوله هو اللي يبغاه، لكن انا ارشح نصراويه. ما عليك، الهلال بالنهائيات غير. يعني لو حتى كنت بلبنان بدي اجي احضر مباراه النصر. اكيد جمعت في لبنان تجي. اي نعم نصراوي. يا هلال يا هلال، زعيم والله زعيم. المتصدر مستوى متقدم ويظل متقدم وبياخذ الكاس ان شاء الله. صراحه زميل اخوي جاي يساند النصر، انا الهلال. كفو كفو. ليه اخترت النصر انت؟ والله النصر يستاهل تشجيع يا اخي، فريق قوي. هلال ان شاء الله فوز. يسلا دواع هلال أجرك عدو في هلال 4-2 تروح هزوم. أنا إن شاء الله هلالي وأقول 5 كبير. نصراوي نصراوي. ثلاثة إحنا 5 إن شاء الله. النتيجة 4-0 للنادي النصر السعودي. لو فاز النصر عادي كورة. يعني سامي الجابر حيعطي البطولات للنصر باذن الله. يعني الهلال فريق كبير ونحن ان شاء الله بنحترمه كنصراويه وكذا، لكن باذن الله قدام النصر ما في حد بيقبل. لا ما اطمع، نعطيهم على قدهم. ديربي مثير، نهائي مثير، استقطب ايضا كثير من المشاهير من الدول الخليجيه المجاوره. انت تتكلم عن جماهيريه الهلال، جماهيريه النصر، يعني من هم افضل جماهير يمكن في الوطن العربي. فجمهور يعني انا ما اقدر اتكلم عن الجماهير. جماهير صراحه هم اساس اللعبه، يعني هم اساس كره القدم، يعني وجودهم مهم للاعبين. انا لو بدي اتمنى ان اكون متواجد اليوم في الملعب بهذا حضور الجماهير صراحه.
اول شيء الاجازه اخذتها عشان تحضر مباراه ولا اجازه تبي تريح؟ الامر الثاني، هل وجهت لك دعوه من احد الطرفين من النصر او الهلال؟ لا ما في اي دعوه، ما في اي شيء، بالعكس مثل ما قلت لك هذه مباراه كبيره، اي شخص يتمنى انه يكون متواجد، فانا قلت اني اتواجد اشوف المباراه في الملعب احسن من شاشه التلفزيون. المباراة مهمة جدا للهلال، في حال فوزه فإن ذلك سيعطي دفعة قوية لبقية الموسم. أتوقع انتصار الهلال الليلة لأنه يمتلك عناصر قوية ومدرب جيد هو سامي الجابر. الإمكانيات متوفرة لديهم وحظوظهم وافرة للفوز. جئنا إلى السعودية من ألمانيا لدعم والدنا جورج الذي يتولى تدريب حراس المرمى في الهلال، وهي عاشر مرة نزور فيها هذه البلاد. It's our, I think, 10th time in Saudi Arabia. How's the fans here? What? Fans. المشجعون جميلون، وأسمع العديد من القصص عنهم من والدي، إلا أن أفضل المشجعين برأيي هم في ألمانيا. Best fans are in Germany. المفضلون لدي في الهلال هم تياغو نيفيز الشلهوب وحراس المرمى. الدوري في السعودية يتميز بالقوة مقارنة بباقي مسابقات المنطقة الخليجية. أما المنتخب السعودي فعانى من مشاكل سابقاً، أتوقع أن يعود بقوة في السنوات العشر المقبلة ويتحسن مستواه وأن يشارك في كأس العالم 2022 التي ستجري في قطر. أتوقع خسارة النصر، النتيجة هدفان لواحد للهلال. كل هذه الأجواء وهذا الكرنفال الكبير الذي شاهدتموه خلق سوقا سوداء للتذاكر. على 70 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
60 حبيبي. وانت ماخذها ب 20 طيب؟ والله ماخذنا ب 50. ها؟ ماخذنا ب 50 طيب. ماخذها من سوق سوداء بعد ثانية. والله من بعد ثانية سوق السوداء لا تعمل بالله. ها؟ والله كم اعطيتني كذا؟ باقي شريط. وتشتريها منه؟ اي باقي شريط. صار؟ كم اخذت انت كذا؟ نعم. كم؟ الحين كم اديته؟ اي باقي لك 10 كذا صح؟ 20 باقي 20 لا 10 20 لا باقي لك 10 حبيبي. كم تبيع تذاكر؟ 100 ريال. ها؟ 100 ريال. طيب في زباين يشترون منك؟ ايوه يشتروا كثير. طيب كذا صح ولا غلط؟ ها؟ صح. ها؟ صح. كم شريت تذاكر؟ ها؟ 20. تعال تعال. 100 ريال. كم تدخل في اليوم تقريبا؟ يعني 1000. هلا 100. الله يرزقك. 100 على 100. نصب الهلال ان شاء الله. تعرف ايش معنى سوق سوداء؟ ايوه. ايش معناتها؟ يعني تشتري 20 تبيع 100. ها؟ تشتري 20 تبيع 100. من علمك كذا؟ اخويا. اخوي الكبير. ما شاء الله. لا سنتين. كم احنا جايين صارت ازمه في التذاكر الحين. اقول لك جايين مكه ايش بك؟ لا لا ما سنتين. انا اشتريها ب 50. انت من فين اشتريت ب 50؟ والله 20 مسكر. اقول لك مكتوب 20. والله انا اشتريها ب 50. والله انك نصاب. والله اشتريت. والله انك نصاب. والله رخيص. والله 20. 100 ريال. يبدو كل ما في مباراة جميل. وقفة قصيرة نعود معكم لنتابع في المرمى وفيه نصر كارينيو يضرب الهلال في أهم قلاعه الصامدة منذ 6 أعوام وينتزع كأس ولي العهد. تحدي سالم الدوسري وشايع شراحيلي يحسم لقاء العملاقين الكبير.